فلهذا جاء بعض الأحاديث من أساء في وضوئه أي قلل من وضوئه وساء فيه فقد أساء وظلم. فلا تبتدع في الوضوء ولا تزيد ولا تنقص، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. الحديث الخامس عشر عن عبد الخير قال اتينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فصلى فدعا للطهور فقلنا لا نسمع به فقد صلى لا نريد الا ليعلمنا. قال فاتوني باناء فيه ماء مقص فاخاض من الاناء على يده فغسلهما ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي ياخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غدر ثم غسل يده اليسرى ثلاثا يعني الى الفرقين ومسح براسه مره واحده ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال فانسره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. هذا الحديث اخرجه النسائي